احنا معانا دلوقتي يمكن حديث مع واحد من نجوم المباراة دي، ويمكن انا من وجهة نظري ده نجم مباراة النهاردة الاهلي وفيتا كلاب، ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم النهاردة الحقيقة عمل يعني مباراة ملحمية رائعة جدا جدا امام مهاجمي فيتا كلاب تحديدا، زي ما قلت في الانترو كده قفل عليهم الماية والنور. كريم احمد زميلنا اللي طبعا بيرافق البعثة الى هناك في الكونغو كان ليه لقاء مع ياسر، نشوف ياسر قال ايه بعد الماتش وردة فعله، ونرجع تاني في البيت الكبير. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وكواليس طبعا خاصه بعد الفوز الرائع والمميز جدا امام فريق فيتا كلاب الكونغولي في وسط ظروف كتيره جدا طبعا هنتكلم بيها مع الكابتن ياسر ابراهيم النهارده. رجل المباراه كعادته، واحد من نجوم النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي بقى والروح الكبيره وكل الامور دي هنتكلم فيها مع نجمنا النهارده. كابتن ياسر مبروك يا كابتن ياسر، كان عندكم تركيز كبير جدا، كان عندكم اصرار ان احنا نرجع بثلاث نقاط مهمين جدا هتفرق معانا بشكل كبير في المجموعه، هتفرق وتغير الخريطه بشكل كبير، وده اللي حصل. ببارك لك وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي. حبيبي الله يبارك فيك، طبعا ببارك للرجاله والجهاز الفني والاداري والطبي ومجلس الاداره كلهم، طبعا الف مبروك الفوز النهارده. بس دي خطوه من الخطوات الجايه، دي كانت خطوه مهمه وصعبه. الحمد لله يا دي رجاله النادي الاهلي ودي اللعيبه كلها بتتحط في مواقف كتير صعبه زي دي، الحمد لله بنركز كلنا مع بعض وبيبقى كلنا مع بعض ايد واحده بنقدر نتخطى المواقف الصعبه دي، ودي مش اول مره تحصل معانا. فالحمد لله طبعا ببارك لهم، ان شاء الله ديت ما تكونش نهايه الرحله باذن الله، وعندنا لسه كتير ان شاء الله جاي. روحك كبيره جدا يا كابتن ياسر لما بتكون متواجد على دكه البدلاء، سواء متواجد بيبقى نفس الاصرار والعزيمه، بتشجع زمايلك، بتيجي الفرصه بتمسك فيها بشكل كبير جدا وربنا بيكرمك، وده يرجع ليك ان انت مجتهد في التدريب وبتترك على ربنا سبحانه وتعالى. الفتره دي بتتعامل فيها ازاي؟ لان المجموعه كلها هي النادي الاهلي، هو النجم هو النادي الاهلي. طبعا طبعا انا والله مش بتكلم بس عن نفسي كده، لا اي لعيب بيبقى قاعد على الدكه طبعا بيبقى قاعد مركز، بيبقى قاعد مستني الفرصه طبعا تجي له في اي وقت، ويتمرن كويس، يعتمد على الاخطاء اللي انت بتغلطها مثلا في التمرين او في الماتشات، لا اتمرن كويس وعالجها. فطبعا دي كلها حاجات سلبيات بتحصل لازم نعالجها في التمرين، بنحسن الايجابيات بتاعتنا. الحمد لله طبعا اللعيبه كلها بنتكلم مع بعض في الماتشات اللي زي دي، رجاله ماتش صعب بيبقى كل واحد عارف اهميه الماتش عامله ازاي، وفعلا كانت اهميه الماتش صعبه، بس الحمد لله كلنا بنقعد مع بعض وبنتكلم كلعيبه او جهاز فني، طبعا بنطبق اللي مستر بيتش بيقول لنا عليه كله، بنشوف هنهاجم الفرقه ازاي، بنذاكرهم كويس سواء هجوم او الدفاع، فكل ده طبعا الحاجات دي بتفرق معانا التفاصيل الصغيره دي. فالحمد لله طبعا ده توفيق من عند ربنا، وباذن الله مزيد من اللي جاي ان شاء الله. في صعوبات كتير في المباراه، ترتان درجه الرطوبه، لكن النهارده يعني سبحان الله الصبح مطر، الجو هدي شويه، يعني احنا كنا بنقول رساله، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا رساله ان لا يعني الاجتهاد والجهد والتحضير للمباراه لازم ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. صعوبه المباراه النهارده شفتها ازاي؟ والتعليمات كانت ايه بالنسبه لك كابتن ياسر في الترتان كمان؟ لان الترتان ده ليه يعني ليه امور كثيره جدا فنيه معاه. طبعا الملاعب الترتان دي معروفه، احنا جينا كذا مره هنا لعبنا فريق الكونغو او مازيمبي، فمعروفين الملاعب بتاعتهم ترتان، الكوره بتبقى معروفه بتنزل التوب بتاعها، في حاجات كده تفاصيل صغيره احنا بنبقى حافظينها في التمرين كمان بنشتغل عليها. فلا التحضير للماتش كان من بدري، وطبعا ده توفيق وكرم من عند ربنا ان الجو النهارده كان كويس، فده دي حاجه الحمد لله التوفيق من عند ربنا جالنا كده. حتى لو الجو كان وحش احنا جايين وعارفين ان الجو هنا عامل ازاي، اتمرنا اول يوم هنا في الجو كان صعب، فده توفيق من عند ربنا طبعا، بنحمد ربنا وبنشكره طبعا اللي هو وفقنا النهارده والجو كان كويس معانا وساعدنا طبعا، دي حاجه من الحاجات اللي حصلت كويسه. فلا الحمد لله بشكر الرجاله بتاعتنا كلهم، ان شاء الله ما تكونش دي نهايه المطاف ان شاء الله. مش عايز اطول عليك، لكن ياسر يمكن حصل على مان اوف ذا ماتش النهارده في المباراه، ده بيحملك عبء كبير لان انت لازم تستمر على المستوى ده واكتر من كده. ياسر بتشوف اما بتقرا وبتشوف الناس بتكلمك ياسر النهارده رجل المباراه، الامر ده بينعكس عليك ازاي؟ طبعا بيحط عليا مسؤوليه كبيره ان انا طبعا ما اقلش عن كده، ولا ده انا اشتغل تاني واطور من نفسي اكتر واكتر عشان ما انزلش من نظر حد. لا وبعدين النهارده انا بشكر زمايلي كلهم اللي هم كانوا كلهم معايا وكلهم رجاله والله العظيم، مش انا بس النهارده كلهم رجاله وكلهم كان قلبهم على قلب الراجل واحد وعلى قلب الفرقه. فالحمد لله طبعا بشكر الرجاله، بشكر الجمهور طبعا وببارك لهم، بقول لهم الف مبروك ان شاء الله نوعكم بالعشره ان شاء الله. حبيبي 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 بنشكر اكيد ده كابتننا الكبير واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن ياسر ابراهيم، يا رب ان شاء الله الثقه الكبيره والاصرار الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي يستمر خطوه خطوه ان شاء الله نصل لدور ربع النهائي، ومنها ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي الحصول على البطوله رقم 10 كون في دولاب بطولات النادي الاهلي.